السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. معاك ثلاث رسائل بثلاث ارقام، رقم واحد واثنين وثلاثه. هتختار الرساله بالرقم بتاعك، واخر الفيديو هنفتح الثلاثه ونشوف الرساله بتاعتك. ان شاء الله باذن الله تكون رساله قويه. الاستخارة بتاعتك اللي هنفتحها هي الصورة اللي هتنطبق عليك، وهي اللي هنفسرها مع بعض، وهي اللي هتقراها الأيام اللي جاية. فياريت تركز معايا كويس جدا، وإن شاء الله بإذن الله تكون رسالة قوية. بسم الله. صورة النحل، صورة النحل يا برج الدلو. بسم الله. طيب بصوا بقى، اولا الفتره دي بلاش الاستعجال في اي حاجه، في اي امور عندكم اوعوا تستعجلوا، لان روحكم بريئه وانتوا اصلا برئه جدا من اي تهم بتقع عليكم. لكن الفتره اللي جايه هيكون في امور مستجده على حياتكم، وفي حصدا تاما لاكتر من حاجه. جوه القلب في جرح وفي عذاب وفي طعم، لكن بفضل ربنا، ربنا هينطفي النار اللي جواك، لان انت دايما ما بتفعلش غير الخير. كمان في ناس اكلت حقك وانت رميت همومك على ربنا. في حاجة هتشرح صدرك وهتريحك الفترة دي جدا، في نقلة من بلد لبلد او من مكان لمكان، في تغيير، في سفر، في اسم كتيرة جدا مفتوحة لك الفترة اللي جاية، لان انت خيالك واسع ودايما بتحب ترسم وطموحاتك دايما عالية، وعشان كده ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب، وهيجعل امورك كلها جميلة وفيها خير. كمان البعض منكم بيحب الفاكهة جدا، بيحب يجيب حاجات كتيرة، بيحب يعمل اكتر من حاجة، بس برضو التفكير عندكم كتير، 24 ساعة تفكير، مفيش راحة ابدا. طول الوقت عمالين تفكروا، طول الوقت جايين على نفسكم، طول الوقت في كلام كتير مؤثر عليكم. كمان ربنا كريم جدا عليكم الفترة دي، لان هيكون في طاقات مستجدة، في كمان خروج من حاجة مضايقاكم، وفي شراء هدوم جديدة، ملابس جديدة، هتشتروا حاجات جديدة، وهتفعلوا اكتر من حاجة جديدة على حياتكم. دايما عندكم تأنيب الضمير او لوم النفس، بتلوموا نفسكم وما بتبقوش مقتنعين باللي بيحصل عندكم، لكن تأكدوا تماما ان ربنا كريم عليكم وحبيبكم، دايما تكونوا بخير وحبيبكم دايما تكونوا مميزين، لكن انتوا الوضع اللي انتوا فيه شاغل بالكم ومش مريحكم خالص. فعايزاكم بقدر المستطاع تاخدوا بالكم من نفسكم، لان دايما هيكون في حصدا تاما لكل الامور اللي انتوا بتفعلوها. حان الوقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب، في خير قادم ليكم، في امور هتستجد، واخيرا هتبقى في معلقه من ده في من بقكم باذن الله. في هديتين هيجولكم، او في حد بيحضر لكم هديتين، او رقم اتنين مميز جدا بالنسبه لكم. رقم اتنين ده في خير قادم ليكم، وفي شجره هتطرح خير باذن الله. كمان انتوا هنا في نجمه، والنجمه دي في السماء، لكن انتوا هتنلوها بسبب حكمتكم وبسبب حياتكم. في واحده ست، الست دي دايما بتتريق عليكم، دايما بتتمسخر كده، وانتوا الكلام ده ما بيعجبكمش، ولا بتحبوا ان اي حد يتريق عليكم مهما يكون، لان انتوا دايما كرمه جدا في حياتكم. عليكم ندر، عليكم حاجة تخص الندر وانتوا ناسينها، او لسه ما امتلكتوش القدرة ان انتوا تحققوا الندر، فياريت ما تنسوش الندر ده ابدا، علشان قريب جدا هتوصلوا في قمة الازدهار. في نجاح في دراسة، في نجاح في عمل، في نجاح في مشروع هيخليكم تنجحوا وتحط ايدكم على ارض صلبة، ومن خلال الارض الصلبة ربنا هيكون كريم عليكم وعاطفي جدا، لان انتوا ناويين تعملوا اكتر من حاجة الفترة دي، وطول ما هتعملوا اكتر من حاجة طول ما هتكونوا مميزين جدا في اي كشف حقيقة او في اي كشف عندكم، لان الحكم بتاعتكم كبيرة، ودايما بتحبوا تقعدوا مع الناس الكبيرة في السن، لان الناس الكبيرة في السن هي اللي بتديكم حكمة، هي اللي بتخليكم دايما مميزين، هي اللي بتعلي جدا من
حياتكم، بلاش العصبية الزايدة، وبلاش تتعصبوا على أتفه الأسباب، لأن في ناس بتبقى قاصدة تعصبكم، لأن انتوا الكولون عندكم عصبي وبتجيلكم خنقة وضيق في صدركم. فبلاش ان انتوا تخلوا أي حد يعصبكم بسهولة، خليكم هاديين قوي وابعدوا عن أي حد ممكن يضايقكم. في حد عندكم بيحب يعاند فيكم، بيحب العند معاكم، لأن انتوا لما بتتعندوا أو لما بتزعلوا بتتعصبوا وممكن تتضايقوا جدا، فبالتالي هم بيحبوا جدا يعصبوكم، وسهل ان انتوا تتعصبوا الفترة دي، وعايزاكم تهدوا خالص في قراراتكم اللي انتوا ممكن تاخدوها. جواز وهيكمل على خير بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انتوا الفترة دي هتزودوا من ثقتكم في نفسكم بشكل كبير، واحتمال كبير جدا لاما هيكون عندكم لو انتم مستنيين سفر فهو هيكون سفر، لو انتم مستنيين خير ومستنيين زواج او شريك حياة هيكون كل واحد ينطبق عليه الحاجة اللي هو مستنيها. عزة نفسكم دايما، يعني ما بت... عزة نفسكم، الكرامة بتاعتكم، روح، يعني عندكم حاجات كتيرة جدا حلوة ما شاء الله عليكم. انتوا هنا عزة النفس دي رهيبة، بتلوموا نفسكم وبتقطع فيكم زي السكاكين، لو انتوا ممكن تكونوا محتاجين حاجة من حد بس عمركم ما بتطلبوا خالص، ما بتحبوش ان انتوا اصلا يعني تتكلموا عن نفسكم بمعنى اصح. مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بحب واخلاص، وده اكبر غلط. ده الغلط بنفسه، ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بحب. دايما اقول ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، لازم تتعاملوا بطاقه ايجابيه، يعني بلاش ان انتوا كل حاجه تحكوها. انتوا فضوليين جدا، بتحبوا تحكوا وتتكلموا، بتحبوا تفضفضوا، بتحبوا تتكلموا تشاركوا رايكم مع الاخرين، بس انتوا ما تعرفوش الاخرانيين عايزين منكم ايه. حد عايز يطلب منكم السماح بس انتوا رافضين، والحد ده انتوا بتفكروا فيه، يعني هو ممكن يكون بعت لكم مراسيل او ناوي يبعت لكم مراسيل، بس انتوا مش هتسامحوه ابدا، وهتقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل، ولو الجنه واقفه علينا عشان تدخلها احنا مش هنسامحك. ليه بقى؟ لاما الشخص ده كان السبب الرئيسي في اللي انتوا بتعانوا منه حاليا، لاما السبب الرئيسي الشخص ده اخذ اموالكم وضحك عليكم. كمان انتوا هنا يعني في حاجة عملتوها وندمتوا عليها، ندمتوا، ممكن تكون ندمتوا على المكان، على الوقت اللي ضاع في المكان الغلط، او الوقت اللي ضاع على ناس ما تستاهلش، الله اعلم. بس فعلا عندكم طاقة ندم ورهيبة، وقلتوا دايما برضو بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كانوا سبب في حزني. بس اقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله، لو انتوا عندكم طفل تعبان فربنا هيشفيه، لو انتوا مستنيين حمل فانتوا عندكم تنطيط لطفل مولود صغير، او البعض منكم هيقعد في قاعدة وهيبقى فيها اطفال وهيكون مبسوط جدا بيهم، وهيفضل يشيل فيهم وينطط فيهم، علشان انتوا معروفين ان انتوا بتحبوا الاطفال جدا. الحزن العميق اللي جوه القلب ومسبب لكم النغزات والضربات السريعة دي، انصحكم ان انتوا تتخلصوا منها في قعدة حلوة مع بعض الأصدقاء، هتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، لو بتشربوا قهوة فهتشربوا مشروبكم المفضل إذا كان قهوة أو إذا كانت الحاجة اللي انتوا بتحبوها، هتقعدوا قعدة جميلة. كمان الفترة دي أبشركم إن انتوا نازلين تشتروا حاجات جديدة، والحاجات الجديدة اللي انتوا تشتروها دي هتديكم طاقة إيجابية وهتديكم كده إحساس مختلف. ممكن تكونوا انتوا في الجامعة او انتوا بتدرسوا او انتوا عندكم شغل خارج البيت، عندكم حد معجب بيكم جدا وهو ما بيقدرش يستغنى عنكم خالص، يعني في حد فعلا ما يقدرش يستغنى عنكم وبيحبكم بطريقة لدرجة ان انتوا مش هتقدروا تستحملوها من كتر ما هو بيحبكم، بس انتوا مش شايفينه، او بمعنى اصح مش مدينه اهتمام، مش مدينه كده حتى يعني نظرة كويسة. ممكن تكونوا انتوا عشان اتخذلتوا، او بمعنى اصح قافلين من حياتكم الطريق ده، فانتوا لازم تدوا فرصه اللي قدامكم، الشخص ده فعلا او الشخصيه دي او الحد اللي بيحبكم قوي ده هيريحكم وهيخلي قلبك كده فيه طبطبه. انت زي ما قلت لكم يعني انت او انت انتوا محتاجين الحنان، محتاجين الحب،
محتاجين حد يقف معاكم ويساعدكم. دايما بتوزعوا ورود، بتوزعوا حب لكل الناس، بتوزعوا كده يعني، بتحبوا تفرحوا كل الاشخاص اللي عندكم، بتحبوا ان انتوا تخلوا كل الناس اللي حواليكم مبسوطين، بس انتوا مين بينبسطكم؟ فانتوا لازم برضو تدوروا على الحاجة اللي بتريحكم، وان شاء الله باذن الله ربنا هيثبت جوه قلبك الفرح وهيجعل لك في كل خطوة سلامة. بس انتوا لازم تخلوا بالكم على نفسكم الفترة دي. ليه؟ علشان الفترة اللي جاية هتكون فترة مريحة ليكم انتوا شخصيا، وهتكون فترة مميزة، وساعتها ربنا هيطفي النار اللي جوه قلبك بسبب الآخرين، بسبب الناس اللي عمالة تعدي عليكم وتأذي فيكم. فانتوا هيكون عندكم تثبيت خطاوي جديدة الفترة اللي جاية، وان شاء الله بإذن الله هتلاقي طاقة، هتلاقوا طاقة حلوة، هتلاقوا أخبار حلوة، هتلاقي كده أمور انتوا هيبقى فيها انعكاس لكذا حاجة من حياتكم. في حد حاطط نقره من نقركم، يعني عندكم حد، الحد ده يعني بيعاند فيكم، لا اما مش لو لا اما بيعاند فيكم، لا اما دايما حاطط اللي انتوا بتعملوه هو بيعمله، او اللي انت يعني مثلا ممكن يكون انتوا متجوزين وعندكم سلايف، فالسلايف دي بتعاند معاكم، عندكم ست كبيره والست الكبيره دي حاطه عينها راسها من راسكم، لا ما تعملوش كده، بتتحكم فيكم، وانتوا طبعا معروف ان انتوا الكلام ده ما بتحبوش، ما بتحبوش الطاقة السلبية خالص. فدايما اقول ان الفترة دي بسبب اللي انتم في شوية امور معاكسة معاكم، فلازم تاخدوا راحتكم في النوم، ولازم تهتموا بنفسكم شوية. قلة النوم مع التفكير الزايد عامل لكم ارهاق في الجسم، ومن وقت للتاني بتحسوا ان انتوا هبطانين ومش قادرين تاخدوا نفسكم، لدرجة ان انتوا بتجيلكم دوخة وبتسندوا على الحيط فورا، بتحسوا ان انتوا في حاجة غلط. فيا ريت تحسنوا من حالتكم النفسية، ومش دايما اقول تظهروا بالقوة، لا اظهروا كده ان انتوا عادي والحمد لله، ولا تظهروا ان انتوا تعبانين خالص، ولا تظهروا ان انتوا اقوياء ومفيش حد زيكم. ليه بقى؟ علشان العين اللي مقصرة عليكم تنزل شوية من عليكم. كمان عايزة اقول ان انتوا بالكم مشغول شوية بموضوع، في موضوع او موضوعين شاغل بالكم او شاغلين بالكم، في واحد منهم انت مستني له حل او انت مستنيه له حل، والتاني المشغول، التاني الموضوع اللي شاغل بالكم شخص، في شخص غايب عنكم او شخص بعيد عنكم فعلا شاغل بالكم بطريقة كبيرة جدا، وانتم مش عاجبكم او يعني حيرانين، في امور عندكم مع نقص عايزة تكمل، او انتوا هنا عندكم خطوبة هتكمل على خير، او زواج، او حمل، في اكتمال امر لحياتكم من بعد الصراع اللي انتوا عشتوه الفترة دي، في كمان نجاح، النجاح ده هتلاقوا نفسكم فيه بشكل كبير جدا، انتوا باصين او ناظرين للحياة اللي قدامكم بشكل مختلف، يعني انتوا باصين كده للفترة اللي جاية دي بحاجات يعني بطاقة جديدة، طاقة معينة. الحسد مسبب لكم صداع، فلوس مبخرة، وده 90% من شدة الحسد، فلازم لإما تطلعوا حاجة لله بسبب المال اللي بيدخل لكم، لإما تحصنوا نفسكم. معروف كمان عندكم ان انتوا شخصية قوية جدا، وعندكم خو يعني بتتكسفوا جدا، وعشان كده هيكون في قعدة، والقعدة دي هتكون حلوة شوية، وهيدخل حد، وممكن في القعدة دي الحد ده اللي تتعرفوا عليه اللي قلت لكم ممكن يغير حياتكم، وانتوا هتكونوا كده عندكم خجول ومكسوفين، بس الطاقة هتكون ايجابية وهيكونوا مبسوطين جدا. انتوا دايما عندكم حكمة في العقل، لو كنتوا انتوا رجال شخص يعني، فانت مميز جدا ان انت بتفضل ساكت ساكت ساكت، وما بتطلعش غير الكلمة اللي بتكون عارفة رايحة فين. دايما بيقولوا عليكم ان انتوا باردين، بس انتوا مش كده، انتوا ممكن يكون جوه قلبكم بركان من النار، وعيونكم بتطق شرار، بس هادين، عندكم هدوء اعصاب في وقت العصبية، بس خلاص لما بيفيض بيكم انتوا ما بتلاقوش حد قدامكم، معروفين عنكم كده من زمان قوي، فعشان كده دايما بتظهروا ان انتوا ثابتين وهاديين.
فحاولوا ما يعني حاولوا ما تخلوش اي حد يستفزكم، علشان انتوا الفترة دي مستحملين من الناس اللي بتقعدوا معاهم فوق التحمل. وزي ما قلت ان انتوا عندكم طاقة في شخص، يعني انتوا في شخص واثقين فيه ومش متخيلين ابدا ان الشخص ده يخذلكم او الشخص ده يحصل منه ردة فعل وحشة. فطول ما انتوا كده الشخص ده بالنسبة لكم طاقة ايجابية، فياريت تبعدوا عن اي حاجة مأثرة عليكم. كمان البعض منكم في فلوس هيمسكوها في ايدكم، الفلوس اللي انتوا هتمسكوها دي هيكون عندكم حلول حلوة، والبعض منكم هيسد ديون، حسابات قديمة هتتفتح فهتسدوا اللي عليكم. كمان هتحاولوا ان انتوا يبقى في استرجاع لحقكم، وهيبقى في بشرة. البشرة دي انا قلت عليها ان انتوا عمالين تسعوا من اجلها، ليل ونهار تفكروا، ليل ونهار بتشتغلوا، ليل ونهار عايزين، ليل ونهار بتعملوا علشان توصلوا للبشرة دي. والبشرة دي هتكون طاقة ايجابية حاليا للوضع اللي انتوا فيه. طاقتكم الإيجابية دي هتخليكم تطلعوا للأفضل، أو هتخليكم توصلوا لحاجة جديدة طال انتظارها. ليه؟ علشان انتوا عندكم ربط أحداث شديد الفترة دي بإذن الله. بس ما تهملوش الصحة، ودي أهم حاجة. انتوا في مرحلة الوصول للهدف، أي نعم حاسين بملل شوية، حاسين انتوا عايزين تغيروا الطاقة بتاعتكم أو تطلعوا من البيت تعملوا حاجة جديدة، بس أقول لكم تاني إن انتوا على وشك إن انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. فمتخلوش أي حاجة تسيطر عليكم، علشان الطاقة السلبية لو اتحكمت فيكم انتوا لنفسيتكم بتتعب، وانتوا فعلا ما بتحبوش الطاقة السلبية تتحكم فيكم. من كتر اللي انتوا شفتوه في الحياة بدأتوا تدوا الناس نصايح، بدأتوا ان انتوا تتكلموا بنصايح، يا جماعة ما تعملوش كده علشان انا جربت وما فيش اي حاجة حصلت لي من اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، بس محدش بيسمع الكلام. عندكم تلات تعابين. انتوا خلوا بالكم التلات تعابين دول انتوا موتتوا منهم اتنين، فاضل لكم واحد. التلات تعابين دول من يعني من الناس اللي هم انتوا تعرفوهم، او انتوا تعرفوا حد ومن تبعه، فناس انتوا عارفينهم. التلات تعابين دول بيتبدلوا لبشر في وقت من وقت للتاني، بس انتوا بفضل ربنا وبكرم ربنا عليكم خرجتوا اتنين من حياتكم وطردتوهم بره، وحاليا انتوا فاضل لكم واحد. طيب التعبان ده منين؟ التعبان ده عامل مقرب ليكم وعامل حبيب وصديق، فياريت تخلوا بالكم وتحذروا من اي طاقة مأثرة عليكم، وتحاولوا دايما تستحلوا بالهدوء. في حاجة انتوا عايزين توصلوا لها ولحد الان، او في حد عايز يوصل لكم ودايما غيران منكم، الحد اللي غيران منكم ده مستني بقدر المستطاع ان هو يمسك اي حاجة عليكم. طيب هقول لكم ان انتوا تستحقوا ان انتوا توصلوا، وبإذن الله هتوصلوا، بس في فرق بينكم وبين حد. يعني ممكن تكونوا انتوا معجبين بحد، او في طاقة مع حد، او في ارتباط مع حد، اختلاف سن، اختلاف جنسية، اختلاف حاجة معينة، بس في اختلاف بينكم وبين حد. اي نعم انتوا بتعملوا اللي عليكم، بس الاختلاف ده تعبكم وبياكل في قلبكم، او انتوا بتحسوا ان انتوا في يعني بتحسوا ان انتوا مختلفين عن حد. انتوا فعلا بتحاولوا بقدر المستطاع يعني الفترة دي ما تفضفضوش او ما تعملوش حاجة مع حد، عشان فعلا بتكتشفوا ان الفضفضة والكلام اللي بيطلع مع الناس اللي ما يستاهلوش دي بيتعبكم انتوا، وهم بيتظاهروا دايما ان هم عايزين يسمعوا منكم علشان خاطر يعني يسمعوا منكم بالطاقة ويسحبوا منكم الكلام، وفي الاخر بيطلعوا يقولوا عليكم اي حاجة تانية. انتوا هنا عندكم حاجة بايظة عايزين تصلحوها، او يعني لا اما انتوا طول الوقت تليفونكم صامت، لا اما طول الوقت انتوا يعني مش عايزين تكلموا في التليفون، لا اما في مشكله عندكم، في حاجه بايظه في البيت عايزين تصلحوها، التليفون بتاعكم عايزين تجددوا، في حاجه الله اعلم عايزين تغيروه. الفتره دي في امور عندكم بتتحاولوا ان انتوا تستحلوا بيها. كمان الفتره دي لو انتوا عصبيين، القولون بتاعكم عصبي جدا، وتساقط الشعر والوجع اللي ما بين الرجلين او الوجع اللي في الكتف
ده رهيب جدا بسبب الضغوط النفسية وسبب ان انتوا متحملين بصراحة حاجات محدش يستحملها. طيب كمان اقدر اقول لكم ان انتوا البعض منكم عايز يروح زيارة للدكتور بسبب الاسنان، ممكن تكون الليستة بتاعتكم منتهبة او اسنانكم وجعاكم فيهم وجع عايزين تكشفوا الله اعلم. في شخص اكرمتوه على نفسكم وفجأة اختفى من حياتكم، يعني شخص كده فجأة فعلا اختفى وانتم مش عارفين ايه ده، هو راح فين، عمالين تتواصلوا مع الناس اللي كنتوا عايزين تتواصلوا معاهم او بمعنى اصح تتواصلوا عن اللي حواليه وبرده مفيش بينكم ما بين حد، مش عارفين توصلوا له. في بلوك بقاله مدة معمول هيتفك بشكل كبير جدا وبشكل سريع، هيتفك ومش هيحصل كلام بس هيتفك، وبعد شوية هيبدأ يحصل الكلام بطريقة بقى ان انا بعت رسالة غلط، بطريقة ان انت ان في حد بعت رسالة غلط، بطريقة انه في حاجة هتحصل كده، يعني ايه اللي هو هتبدأ الكلام من جديد بس واحدة واحدة مش هيبدأ مباشر. بس البلوك ما تقلقوش ان هو هيتفك، والبعض منكم بيقول احنا مش عايزين البلوك هيتفك، انتوا اصلا ما بيشوش فارق معاكم، بس بلاش تلوموا نفسكم على الماضي اللي انتوا عشتوه، انتوا ما لكمش ذنب في الماضي اللي انتوا عشتوه، الماضي ده كان من عند ربنا، ومن وقت للتاني ما تدخلوش في العزلة، ما تدخلوش ان انتوا وحدكم، ما تبعدوش عن الناس، حتى لو الناس منافقة حاولوا ان انتوا تتعاملوا بس انتوا تغيروا من الوضع بتاعكم. بس ارجع واقول ما تدخلوش نفسكم في وحدة ولا في طاقة سلبية ولا ان انتوا تعزلوا عن البشر، لا، طول ما انتوا بتتكلموا طول ما انتوا بتخرجوا عمر الطاقة السلبية ما هتتحكم فيكم، وحاولوا دايما ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء وترددوا الكلمة او الحاجة اللي دايما لما بتحسوا ان صبركم خلص اول ما بتقولوها بتحس ان انتوا هديتوا في ذكر معين انتوا بتقولوه، بتحسوا كده ان انتوا خلاص خدتوا نفسكم وارتحتوا بعد ما قلتوه، فده يهديني بقول لكم علشان لو حصلت اي حاجة ما تزعلوش من ردة فعل نفسكم، عشان انتوا في وضع عصبي وفي وضع الغضب لما خلاص بيجيب اخره معاكم بيسيطر عليكم بتخليكم اللي قدامكم ما بتعرفوش تتعاملوا معاه ازاي. وديني بشرتكم ان انتوا لازم تطلعوا من اي طاقة مقصرة، طموحاتكم العالية وتحقيق الهدف انتوا خلاص على الوصول ليه، وهدفكم حلو وطاقتكم ايجابية والدعم اللي عندكم هيكون خير باذن الله وطاقة تانية خالص، والألم اللي بيظهر لكم في ظهركم انتوا ما عندكمش حاجة، بس الألم ده بيظهر من قلة النوم والإرهاق اللي طول الوقت عمال الإرهاق ان انتوا ممكن تكونوا انتوا بتحبوش قعدة البيت ودي معروفين، من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم او من اللي انتوا بتشتغلوا اكتر من شغلانة، الوجع ده بدأ ايه يظهر على جسمكم، يظهر بمعنى صح على اللي انتوا فيه. كمان عندكم الحاسة السادسة رهيبة جدا، رهيبة بشكل مختلف، مجرد ما بتبصوا للبني ادم اللي قدامكم بتسحبوا كل اللي عايز يعمله، بتسحبوا منه كل اللي هو بيفكر فيه، فعشان كده ما تدوش حد اكبر من حجمه في حياتكم. انتوا عندكم زي ما قلت لكم اختبار في شخصين او مقارنة بينكم وبين اتنين، اختبارين الله اعلم، بس في حاجة عندكم بين اتنين، فما تظلموش نفسكم باللي انتوا فيه حاليا، وحاولوا ان انتوا تستقروا بحياتكم اللي جايه علشان فيها استقرار، وشوفوا انتوا عايزين ايه والحاجه اللي انتوا عايزينها هتلاقوا باذن الله ربنا بيبشركم بيها، هترجعوا تهتموا بنفسكم، هتشوفوا حياتكم ماشيه ازاي، وان شاء الله باذن الله الحاجه اللي انتوا مستنيينها خلاص هيبقى فيها امور تجديد ليكم وهيبقى فيها امور استقرار، والفرحة بتاعتكم إن شاء الله بفضل ربنا هتكمل على خير، وهتكونوا مبسوطين جدا من بعد الزعل اللي عندكم ده، أو انتوا زعلانين إن انتوا اتظلمتوا، ربنا بإذن الله في الوقت المناسب هيطبطب على قلبكم، والطبطبة دي هتكون من عند فوق. ويا رب استخارتنا النهارده يا مواليد برج الدلو تكون عجبتكم، ودلوقتي هنشوف الثلاث رسائل بالثلاث أرقام، دي رسالة رقم واحد للناس اللي اختارت رقم واحد، هنفتحها دلوقتي ونشوف إيه أخبارها، بسم الله. أمورك المالية في تحسين، فالخير قادم إليك، الله يعلم ما في قلبك وسينصفك الله في كل أمورك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب دي رسالة رقم واحد. رسالة رقم اتنين، لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، سيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب نشوف رسالة رقم ثلاثة بتقول لنا إيه.
ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أكبر تحية لمواليد برج الدلو. الثلاث أرقام بالتلات ورقات بتاعتكم كانوا أقوى من بعض. إن شاء الله بإذن الله ربنا هينول مرادكم وهيحقق لكم حلمكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب. قولوا أمين. لو عجبتكم الاستخارة ما تنسوش اللايك والتعليق الجميل، وانتظروا مني استخارات دايما قوية.